نرجع شوي لطبيعة السؤال. عم نحكي نحن القضية مثلا في كتير قضايا بتشغل المرأة، فلنفترض العنف الذي يمارس على النساء، ممكن تتبني هذا النوع من الرجال، من الرجال أو رجال من الأزواج. مين أزواجهم؟ أزواجهم النساء المعنفات للزوجات. أنا أرفض. ممكن تتبني هذه القضية مثلا ممكن. تعمل حملة إعلانية دعائية لا لها. خليني أتبنى هذه القضية وأدخل بيوتهم أضربهم بالجزمة، بالجزمة يضرب ست وكمان مش غلطانة هو يفتري عليها ويقول ما أنا كنت بالي مش ست يعني بتلعب بدلها، لا وتيجي تقول أنا بريئة يا جوزي، لا لا ست لسان طويل بإيديها برجليها بالحاجات دي كلها أنا أرفضها. طب ولو غلطة تستحق الضرب؟ أول غلطة تستحق الضرب يا سوسو؟ أقول لها في ودنها أول غلطة، تاني غلطة ممكن في ودنها تاني، تالت غلطة بالجزمة بالجزمة، بس هي تسمحني ان انا اضرب بالجزمة.